ما معنى قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ ذكر الله في هذه الآية 3 أنواع من المعتدات. نعم. النوع الأول اللائي يئسن، يعني يئسن من الحيض، الآيسة التي بلغت سن الإياس، يعني بلغت 50 سنة، فهذه تعتد بالأشهر، عدتهن 3 أشهر، يعني كل شهر بدا الحيضة، لأن الحيض تعدد ب3 حيض كما في قوله تعالى في سورة البقرة: والمطلقات تربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض. نعم. فالتي لا تحيض تكون عدتها 3 أشهر بدل 3 الحيض. والثانية اللائي لم يحضن مثلهن الصغار. نعم. وهن الصغار اللاتي لم يبلغن سن الحيض، إذا طلقن في هذه الحالة هن نعم. مثل الآيسات، يعتدن ب3 أشهر لأنهن لا حيض لهن. نعم. والثالثة المطلقة الحامل، هذه عدتها بوضع الحمل ولو بعد الطلاق بلحظة ولو بفواق ناقة. نعم. فإذا وضعت حملها بعد الطلاق فإنها تخرج بذلك من العدة، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. وهذا هو أصح قولي العلماء.